لما سمعت حسن بيتكلم مع شوق على السلم حسيت ان انا روحي راحت مني. كل حاجه كانت بتعملها شوق مرت في دماغي زي الفيلم. لهفتها لما حسن بيتاخر في مصر، سؤالها عليه كل شويه، لزقتها في البيت لما حسن بيبقى معانا، المشاوير اللي بتخترعها عشان حسن يعملها لها. كل حاجه عملتها شوق فجاه بقت مفهومه قدامي. كل حاجه عملها حسن فجاه برضه بقت سؤال. ليه حسن؟ مين؟ مكوى. ده انت ليلتك سودة، بتفتحي المكواجي بالفستان ده يا بت؟ اه يعني ايه يعني شكلي حلو ولا يعني؟ لا حلو بس ما ينفعش. ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه يعني؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني طبعا، بس يعني شايف انهم حزه حبتين. يعني انا يا حسن ما استاهلش اسمع منك يعني كلمه حلوه؟ يا بنت وانا بقصر معاكي؟ انا طول الوقت بقول لك كلام حلو. بس بقول لك ايه؟ الفستان ده ما تخرجش بيه، حتى لو هتيجي عندنا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر. ما قلنا كده من الاول. صح صح، بلاش بلاش. ايه رايك في دي؟ ايه ده؟ دي حلوة يا وردة. اوعى تكوني جبتيها من الفلوس المحوشة. اخص عليك يا حسن، اوعى تقول كده. انا ست بيت شاطرة قوي، انا جبتها من المصروف اللي انت بتديهولي كل يوم. ماشي، خدي بقى لبسيها لي. تعالي يا أسحة. بلبسها لك اهو يا حسن. أنا مش عارفة أعملها. تعالى الناحية العكس كده. يا ورد يا ورد، تعالي شوفي نادية. لا يا بنت اللي مش عبادة فوق كده، أنا مش عارف إيه اللي فاهم ليه معادها هنا. انزلي يا بنت. تعالي شوفي بنت نادية عاملة إيه. حاضر حاضر يا ماما جاية. يا حضرة العمدة ابنك عيلي ومنا المستي فندي. السلام عليكم. صباحا. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا لميع. صباح الفل يا عم. صباح الفل. ايه متأخر ولا ايه؟ ما انا بقى اتفرع قطر يتاخر ولا يجي في ميعاده. المهم اللي احنا مستنيينه يكون جاي في الوقت. صباحو. صباح يا حسن. ايه ما جاش لسه؟ هو ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ القطر جات على القطر يا حسن. الدنيا كلها متاخره. بالك ده يا حسن، الدنيا دي عامله زي القطر، شريط لازم تمشي لغاية آخره عشان توصل في معادك. حبيت بقى تعمل بورم ولا حدق وتغير طريقك ما ينفعش، لأنه ساعتها بقى لازم حد يساعدك، حد يعمل لك تحويلة يقفل لك مزلقان. إنما تاخد في وشك وتجري كده هتدوس على الناس وتأذي غيرك. تقول كلام غريب أنت، بس عارف المشكلة في أخان إن كل كلامك صح. ما هو الصح ده حسن،
اللي مصبر خالك. بس فضك انت بقى من الكلام ده وقول لي اخبار النتيجه ايه؟ حد كلمك؟ انا جاي لك عشان كده. الراجل اسمه عز كلمني وطمني. بالكلب ومستخسر فيا يا عم. انت هتعمل لي زي ابويا من ساعه ما قلت له رجليه مش طايله الارض، هيموت من الفرح. وانت ابو علي مش فرحان يا ياض؟ فرحان بس لسه كنترول مش اكيد يعني. كنترول ده ايه؟ وكنترول الهزار؟ ولا انت واد مش مال ايدك من اللي اسمه عزت ده ولا يكون بيخبي عليه؟ هو يخبي عليا ليه؟ انا من ساعه ما دخلت الجامعه باخد السنه في سنتين، والسنه اللي بصعب فيها بيتقلي في وشي على طول. حسن تصدق حسن ومبسوط قوي. بعدين يا خاله مش مقصر معاه في حاجه. اي صيانه اللانش بتاعه بعملها له، اي حد عايز حاجه من طرفه بعملها له من غير ولا مليم لله كده كله. يعني انت افضلك عليه اهو. اهو كلها مصالح ومسلمه بعضيها. الله ما دام مصالح بقى استبشر خير. الله حكم، والمكتوب هنشوفه يعني هنشوفه. السندوتش ده عاملها امينه؟ وانا هجيبه منين يعني في الامينه؟ ده فلوس ابوك على الجبنه. المحل هنا من احسن محلات الملابس. زي ما انت شايفه كده. فيلا. وزبايني من إليت المجتمع، يعني الكلام معاهم بحساب. ويا ريت تعرفي هم عايزين ايه وتحاولي تشغلي مخك. فاهمه؟ ايوه فاهمه يا مدام. انت اخر مره استحميتي فيها انت امبارح الصبح؟ امبارح. يا ريت بعد كده يبقى كل يوم عشان ريحتك تبقى حلوه. وترش برفيوم بس هادي عشان الزباين ما تتخنقش. لدت كتير مع الزباين ما بحبش، يعني تقولي الكلام الصح في الوقت الصح. نيفر سي نو مهما كان طلب الزبون، حتى لو ما كانش عندنا تخلقي له البديل واتبعه هون. معلش يا مدام لا مؤاخذه، يعني هو يعني مفيش حد هيعلمني يعني عشان انا عايزه افهم يعني. ما تقلقيش هتتعلمي واحده واحده. مش انتي برضو قلتي ان انتي عايزه تتعلمي؟ ولا ده كان كلامه بس؟ لا كلام ايه يا مدام؟ انا ان شاء الله هتعلم كل حاجه وهشرفك. انا متعوده اسال عن كل بنت كانت بتشتغل هنا عندي، وخصوصا في اخر مكان اشتغلت فيه. بس انتي ما سالتش عنه عشان قلتي لي جمله حمستني ليكي. يا ريت تبقى صح. بعون الله ما خيبش ظن، بعون الله. أنا هعمل كل اللي في طاقتي هنا عشان المكان. غيري تسريحة شعرك. شوفي البنات بيعملوا إيه واعملي زيهم. وبعدين يا عبد المعطي؟ ولا قبلين يا رجالة. هناك الحساب بالساعة، الساعة تدق تمد إيدك تاخد فلوسك، توتو على كبوتو. أيوه صح، الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. شوفوا المتخلف اللي جاي من 100 سنة، 5 جنيه ايه يا جعر؟ النهاردة الساعة ب 20 و 30 يورو، يعني تضرب في 9 10 جنيه، تعرفوا تضربوا ولا اضرب لكم؟ يا سيد يا بدوي، دي تخمة فلوس يا أولاد. ايوه بس ده ما كانش مع أي حد. أني كان ليا معاملة خاصة. الخواجة بلوتشي اللي أنا كنت شغال عنده كان بيعزني زي عينيه. ما فاتش كام يوم كده على وصولي، لكن ربك بقى بيولف القلوب على بعضيها. أيتها شيء تلزمه للمكان كان مسؤوليتي، يعني أكل شرب كوبايات مكرونات بتنجان قلايط كنت لازم اوجدهوله. كان يديني الباكو من هنا وما يسالنيش عن الباقي. برنس والله برنس. كان يقول لي هلال عليك الباقي يا عبد المعطي. ايوه اللغه تلاقيني سهل كده تهرشها من اول قعده. امال ايه اللي جابك لما العيشه عنب كده؟ ايه الحرام كان ناس يا بسيوني. حرام يحكف الله الشهر. الوليه مراته والبت بنته. فاكرين البت وداد الغزيه؟ ايوه اللي كانت بتيجي المولد مع بنته. ايوه اللي كانت شبه ناديه الجندي كده. ايوه ايه شعر ايه وجسم ايه، كانت نفس القطعيه بالظبط. كانوا قطرني في الرايحه والجايه، واحده تقف لي في ملابس حمراء ملتهبه. ايوه والتانيه تقف لي في اوضاع ساخنه. يا ابويا يا ابويا ملتهبه برضه. مش عايز. وطول ما انا رايح جاي بوس بوس بوس. ما تبص قدامك يا ولد، ما كانش فيه خشي لما كرهوني في البوس، وبعدين راحوا قافشين على بعض. انا قلت حرام. حرام البوس؟ لا حرام الوليه تخسر بنته. قلت لها بقول لك ايه، يا اما البوس ده يكون اخوي يا اما هقول لجوزك. جامت هي يا كسبه، جيت وبلغت غفر السواحل مش كده يا ابو لمعه؟ ايوه كان ليها خل في شرطه المسطحات هو اللي عكشني.
ده ما تصدقوش يا رجاله، ده كان معكوش عكشة حرام ضرايب قبل ما يروح ايطاليا ولا يشم ريحتها حتى. امال ايه اللي بوس بوس والوليه وبتهي وهلال عليك يا عبد المعطي والنعمه تلاقي بتوع خفر السواحلوبه اللي كانوا بيبسوه. بس يا ظريف منك ليه؟ ده تكون القرف ما تكونش غير في المقلسي. اوعي اوعي اقول لك انا مش امره ساكيني. اربط عم حماده. يا ابو علي يا زيك تعالى انزل، مش هينفع قاعد عندي شغل، الكسندر لازم تطلع يا جدع. انزل حط زيت حماده. حبيبي وحشنا يا ابو علي. ابو علي يا اب من النهارده اسمي الباشمهندس حسن، انت تيجي طلع في الكنترول يا علي. اه عشان كده ابوك عامل لك فرح بره، بس اللي عمله كوم واجب معاكم تاني يا صاحبي. تعيش يا صاحبي. والله انت تستاهل كل خير يا ابو علي، بس انا نفسي بقى تنقل من شغلانه المكنجيه دي لاستاف المهندسين. هات شغله المكنجيه هي الاصل، مفيش مهندس يجي المينا غير لما اصغر مكنجي هو اللي يعلمه الشغلانه الصح. بقول لك ايه، في واحد حبيبي شغال في شركه اوفر سيزر، ايه رايك نكلمه لك تتعين تشتغل لك سنتين ثلاثه تعمل لك شويه فلوس حلوين، ولا يا عم تهج على اوروبا زي ما العيال البحريه بيعملوا؟ اوفر سيزر ايه واوروبا مين؟ ايوه واسيب البحر واسكندريه دي كلها لمين؟ انا حسن نورس على قد ما يلف ويطير وسط المراكب لازم يرجع ويحط على الشط تاني، ولا ساب الشط هيموت يالا. قوم عشان اشوف ابويا. يلا شربات النورس يا رجاله، شربات النورس. الف مبروك يا حسن. الله يبارك فيك عم تولي. امال فين النورس يعني؟ مش شايف تلاقي هنا ولا هنا زمانه جاي دلوقتي. انا ابو المسموح يا نورس. الف مبروك يا نورس. الله يبارك فيك يا رجاله. مبروك ابو علي، اخيرا بقيت باشمهندس في الدنيا. كنترول. الله ما دام حد من جوه طمنك يا جدع يبقى خلاص اطمن. كله على الله. الله بص ابوك. مبروك يا ريس. ايه يا ريس رشيدي كل ده؟ عارف الفرح في نفسه. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا هنعمل احلى فرح في المينا. بقول لك ناولني انا. ورينا رشيدي. ايوه زي زمان بقى. سمعوني احلى مزيكا. قلبي بيتقطع كل مره باجي فيها مشوار زي ده. يا ولد يا لهوي، ما انا كل شويه حضرتك فيكي. وبعدين ايه المكان ده؟ ماله المكان ده زي الفل. في ايه؟ بقول لك ايه، انا هعرفك على الراجل ده وامشي على طول عشان عندي ميعاد معاه. لا الندلة دي لا طبعا. وانا مالي مش حشرني بينك وانت الاثنين هتعرفوا ان شاء الله عشان تتجوزوا. انا مالي بقى؟ طب هو عنده كام سنه؟ 30 سنه. ما اتجوزش قبل كده، عنده شقه في سكن الشباب 75 متر، والباقي انت هتعرفيه لو. طب هو عارف ان هو عارف كل حاجه؟ والله العظيم عارف كل حاجه وحكى له على كل حاجه. مالك يا بنت مسدحه كده ليه؟ مش شايفه البنات عاملين ازاي يا ورد وانا لبسي قديم ازاي؟ ماله لبسك؟ انت زي القمر. وبعدين ايه اللي عاجبك فيها؟ دي شبه الرجاله في شعرها ده، انت بقى زي القمر وانا عامله لك شعرك. يلا بقى ربنا يخليكي. يلا افردي وشك كده واضحكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ محمود ناديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا اتفضلوا. واقفين ليه؟ اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. معلش بقى انا هستاذنك عشان عندي ميعاد. بس طب خليكي معانا شويه ورد. اقعدي معانا شويه. معلش بقى مره ثانيه. على طول كده. شرفنا بيك. شكرا. شكلك بتحبيها قوي على فكره. ورد دي زي اختي. ربنا يخليكم لبعض.
كانت قالت لي انك معاكي دبلوم تجاره حاجه زي كده. فعلا معايا دبلوم تجاره، بس الحقيقه انا لا عمري حبيتها ولا فكرت اشتغل بيها. ليه؟ يعني تقدر تقول اني بحب التطريز والخياطه اكتر. انا حتى المفصله الهدوم دي بجد ذوقك حلو قوي على فكره، ولايق عليك يعني، غير مختلف غير لبس كل البنات الالوان الكتير اللي بيلبسوها دي. معلش سوري، انا طلبت قهوه قبل ما تيجي. تحبي تشربي ايه؟ ممكن اشرب شاي. يا بنت انا مش عارف انت سحباني ورايحه على فين كده. تعالى مش معاك في حته. تعالى بقى والنبي تعالى اسمع الكلام بقى. بسرعه يا حسن. بسرعه يا مجنونه انت. المهم يا بنت واخداني على فين؟ تعالى بس كده كده. بس خلي بالك هننزل تحت؟ انزل انت الاول. حاسب غير على ما بعدين كده كده. انزل طفاني يا ورد. يلا اقعد. اقعد فين؟ هنا. يعني انت جايبالي المشوار ده كله عشان تقعديني هنا؟ تعالى بس تعالى بس يا حسن والنبي بالراحه عليا. انا دايما باجي هنا اقعد لوحدي. تيجي هنا لوحدك؟ تيجي لوحدك تعملي ايه هنا يا بنت؟ ما تخافش. الله بالراحه عيني عليك يا حسن. اقعد اقعد بس اقعد وانا هحكي لك. بص يا سيدي، انا دايما باجي هنا واقعد ادعي لك واقول يا رب ترجع لي بالسلام. وكمان ايام امتحاناتك كنت باجي هنا واقول يا رب تنجح يا رب، والماده اللي تخلص منها ما ترجعش تذاكرها تاني ابدا يا حسن. إذا كان كده ماشي، كده يبقى سر وبادح. مش قلت لك سر وبادح؟ ماشي. استني، أنت بتعملي إيه؟ أنت نسيت إن أنا معاكي ولا إيه يا بت؟ خدي امسكي. لا. قولي الأول أنت نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك في حسن، نفسك في أبو علي. أنا أقول لك نفسي في إيه؟ نفسي بنت ورد أجيب لك أحلى بيت في اسكندرية كلها. أرجع كل يوم من الشغل تعبان. تعملي أكل بإيديك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله. بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي. البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر. تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده، والواد رشيد كسر لك ايه في البيت. رشيدي مين؟ رشيدي مين؟ رشيد ابننا يا بت. يا لهوي، انت هسميه رشيدي؟ امال اسميه سوسو؟ حرام عليك يا حسن، ده عيل صغير ما يستحملش. ايه المشكله يا بت؟ ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير، وكبر بقى اسمه رشيد ده برده مفيش حاجه. خلاص يا حسن اللي تشوفه. يلا ابني بقى. انت بقى قولي نفسك في ايه؟ استني، انت رايحه فين يا بنت؟ بقى براحتك، احنا صارفين جري يا عم البحر. يا عم اهدى، خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه. نفسك في ايه بقى؟ نفسي تفضل معايا على طول يا حسن. بس كده؟ هاتي بلدك. عندنا الواجب ده بحر. ايه الجني ده؟ هيفضل معايا ليه يا حسن؟ عشان الامنيه دي اللي حققها مش البحر. انا عارف ان البنات بتحب الشوكولاته، فانا قررت اجيب معايا واحده وانا جاي. والله لو البنت اللي هو انت طبعا طلعت لطيفه هديها لها. اتفضلي. طب ولو كانت طلعت مش لطيفه؟ كنت انا اولى طبعا، يعني هو هيبقى موت وخراب ديار. اتفضلي. شكرا. انت عارف انا بحب الشوكولاته، بس الدكتور منعني عنها. على فكره هو مش قاعده، يعني مش في كل الحالات بيبقى مضر، في حالات مضر وحالات عادي، مش ازمه يعني. اصل انا هتلاقيني خبره في موضوع امراض القلب ده بالذات. هو انت كمان؟ لا لا مش انا، مامتي كده وخالاتي الاثنين كده وبنت خالي الصغيره برضو. يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثه في عائلتنا، خصوصا البنات كمان. ربنا يشفيه. فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، مش حاجه كبيره يعني، زي دور البرد كده. عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل. بس يعني في ناس عندهم مشاكل. يعني انا مثلا ممنوع عني المجهود زياده. يعني ما ينفعش يكون عندي اولاد. ما ينفعش يكون عندك اولاد؟ ليه ما ينفعش؟ عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات، وانا حالتي ما ينفعش معاها. هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي. وعلى فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني. في ناس بتفرق مع الاطفال، ناس ما بتفرقش. هو ناس وناس، زي حالات وحالات. بس
هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفة ده مهم. هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شالك حاجه احسن. انت انسانه جميله وكويسه، هو وامه وقطعت انا كمان اللي خليتك تنزلي عشان تقابلي. ما كانش قصدي، معلش يا طنان، حقك عليا. تعالي يا ورد. عشان خاطرك اقعدي هديها يا ورد، عشان ابوك رشيد زمانه جاي يا طنان. قلتلوش ليه يا ورد؟ والله يسوق عليا، وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. ده اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي، جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد، وبرضه ما فهمش. انا ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد، ومش زعلانه منك. أنا زعلانة من الدنيا يا ورد، زعلانة من كل حاجة ماليش يد فيها ومش عارفة أغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ أكيد طبعًا، أكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. 101 هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورد. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وقعت على الدنيا وانا شايفاك انتي وحسن ما بحسدكوش والله يا ورد، بس انا نفسي ابقى زيكم، نفسي عيني تلمع زي عينك لما بتشوفيه، نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب صدقيني، وهيحصل، هيحصل ان شاء الله. ارتحتي يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت، مش كده؟ نبي يا حسن ابوس ايدك اخوي، لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن، ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه. احسن خليه بقى يسمع يوم يكسر البيت علينا كلنا. كده برضو يا حسن، اخص عليك يا امينه. ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليه يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. نادية يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكم بقى، نادية صعبانه عليا قوي. يعني هي مش صعبانه عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجه، مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا؟ نفرح بعد كده، المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت بعد الشر عليها. ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش يا ستي. وانا اللي بقول للدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. عمر بيد الله يا حسن، انت ما بتشوفش يا طنايا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه؟ تقطع قلبي يا حسن، نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عينيا. انت كده تبقى اناني يا حسن، انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا ام حسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خلي هي كمان تفرح. ماشي يا ام حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لا مؤاخذه حاج صاحبات، تعالي هنا ما تخافيش. ما انت عارفه ايده الشمال غبيه. اه عارفه. واحد بيرا يا سيكو. أنا يا دكتور علي.
ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وام المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه. وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره. سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب. كلها صدفه بصدفه يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيره. اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك، وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا. ادينا رحمناه من سجن الحكومه ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد ايه يا اكرم؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وكلنا عارفين ان الراجل كان شايف شغله كويس لولا انه غبي مش اكتر. ما هو ده بقى مصير الاغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا اكرم. ان شاء الله. والنبي عمرو بيه قول للباشا اكرم البدري في خدمتك دايما. مع الف سلامه. مع السلامه. وفضل اي حد يجي يمسح على راسي. حسنه سهل، اصل انا يتيم، ابويا وامي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده واسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب، خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك، الأكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب. وكانوا كلهم أكبر مني، كان يبقى نفسي أتكلم أقول أي حاجة، أسمع صوت لأي حد، كانت كانت بتعدي علي أيام بحس إن صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت أكتب وأحكي وأقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما يجيش،
تعود نفسك انه مالكش بيت. تمام. تعالى يا حبيب قلبي اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it on the Photoshop. You did it with Photoshop? واو حبيب قلبي بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا مشفتش مارو قبل كده بتولع كاندلز لنانا. احنا التلاتة بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش بس ما بعرف ان نانا مزعلانة مني. قولي يا مارو بتحس بايه لما بتبص لنانا كده وبتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني بس انا مشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي شاطر اعمل واحده تانية يلا. النهارده ثانويه ماما وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعه. يا ترى ناوي تيجي معانا النهارده ولا زي كل سنه؟ ما انت عارف يا اكرم اني مشغوله وعندي مواعيد النهارده في الروتري.